ونعتقد أن غطرسة تركيا والجنون الذي وصل إليه المحتوى أردوغان لا يهتم كثيرا بالرأي العام الدولي، ولا يهتم كثيرا بالقرارات الدولية، ولا يهتم كثيرا بحسن الجوار حتى لدول أوروبا أو دول الشرق المتوسط، وبالتالي اندفع بقوة لتنفيذ مآربه، وما ربه الرئيسي هو السيطرة على مقدرات الشعب الليبي. ونرى الآن أي تركي يبدأ في الحديث، يبدأ بالنفط والغاز الليبي، ويبدأ بالتنقيب ومناطق متاخمة وغيرها من الأمور. إذن تركيا لا تهمها لا حكومة الوفاق ولا غير حكومة الوفاق، كل ما يهمها هو الوصول إلى مقدرات الشعب الليبي، النفط والغاز، والسيطرة على جنوب أوروبا، والسيطرة على سوق الغاز والنفط، والسيطرة على الخط الثاني من الغاز الذي يوازي أوروبا. وبالتالي أعتقد أن هناك لعبة دولية الآن، ونحن تم إدخالنا من قبل السراج في هذه اللعبة الدولية. السراج مسؤول مسؤولية كاملة، ومتسمى بحكومة الوفاق مسؤولين مسؤولية كاملة عن ما حدث في ليبيا بعد اتفاق مع أردوغان وإدخال أردوغان إلى هذه المعركة في ليبيا، والاستناد على الغزاة الأتراك، وحتى إعلان ما اسماه المحتوى أردوغان أن يعلن تحرير طرابلس من اسطنبول أو من أنقرة، ويسلم طرابلس وأهليها إلى الأتراك. هذه مؤشر آخر أن المعركة لم تكن في السابق معركة ليبية أو أزمة ليبية، بل معركة هي معركة ليبية تركية.